اليوم سنقدم تقرير وطني فيما يتعلق بجودة مياه الاستحمام، بالإضافة أن هناك جديد فيما يتعلق بجودة الرمال، ثم كاين تطبيق اللي كيهم المغاربة باش يعرفوا من خلاله كل المعلومات المتعلقة بالمياه الاستحمام متعلقة أيضا بجودة الرمال، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني اللي حدثناه في 2017. الجديد أيضا هو مستوى المعياري، المستوى المعياري في الرصد، بحيث أن انتقلنا من المستوى المعياري الوطني إلى المستوى المعياري اللي عنده مرجعيات أوروبية، لديركتيف أوروبيان. هذا من جهة. من جهة أخرى كاين واحد التطور على مستوى عدد المحطات، الحمد لله انتقلنا من 159 ل 169 في الشواطئ من حيث مياه جودة مياه الاستحمام. ثم كاين واحد التطور، واحد الجديد في جودة كذلك الرمال، باش نديروا واحد الرصد مندمج للشاطئ والساحل بشكل عام، بحيث انتقلنا من اليوم انتقلنا من تقريبا شي 20 شاطئ في جوده الرمال الى 45، هو اللي مكننا باش نديروا التقرير وندمجوه. هذا كله كيمكن اولا توفر المواطنين وتوفر الفاعلين، توفر ايضا بلادنا عموما باعتبار الالتزامات الامميه اللي عندها على المعلومه فيما يتعلق بالساحل في جوده المياه الاستحمام، وايضا فيما يتعلق ايضا بجوده الرمال. ولاول مره ايضا كاين واحد التطور في الملفات البيئيه، يعني فين منين كيجي هذا التلوث المحتمل في يعني في المصادر ديالو. وبالتالي عددنا ايضا واحد اكثر من 30 ملف بيئي على اساس تمكن بطريقه استباقيه من المعالجه ديال الاشكال. الخلاصه هو ان جوده مياه الاستحمام وجوده الرمال الحمد لله في وضع جيد عموما، باستثناء واحد ثلاثه المحطات اللي هي جبيله وهي محطه ماشي شاطئ، وكذلك المحطه ديال ام عتيق وديال واد مرزق، وهادو غادي يتم معالجه ديالهم في اطار برنامجين، البرنامج الوطني لتطهير السائل في العالم القروي، وايضا واحد البرنامج جديد اللي هو التدوير، بحيث ان كاين عندنا واحد اللجنه خاصه حكوميه كتشتغل على تدوير النفايات البلاستيكيه، لان اكتشفنا في الرمال واحد النسبه مرتفعه للنفايات البلاستيكيه. عموما الحمد لله كاينه جوده مياه الاستحمام مع جوده الرمال اللي كتاهلنا الحمد لله ان نبقاو في الصداره من حيث جوده الساحل بشكل عام، على اعتبار الاشكالات اللي كتهم التغير المناخي والمؤشرات الناطقه ديالو.